نتائج المباريات. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا بالنسبه لحضرتك، مداخله مع نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي كابتن عبد المنعم شطه. كابتن شطه مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله والله بخير الحمد لله. اهلا بيك معنا طبعا كابتن او الدكتور مفتي ابراهيم، تحياته ليك اكيد. اهلا اهلا كابتن مفتي، يا ده دي فرصه سعيده جدا اعمل مداخله معاه. انت ما تعرفش معزته عندي قد ايه هذا الرجل. دوره في مسيرتك الكرويه كابتن شطه كانت عامله ازاي؟ صراحه يعني اول حاجه احييه واسلم عليه طبعا. وانا طبعا انا جيت النادي الاهلي لقيت كابتن المفتي ده موجود في النادي. مدرب كان، ويعني حقيقه بسنه 73 لما جيت برضه كان في الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي، وبعد كده كمل معانا لحد يعني لحد اواخر السبعينات. وطبعا كان دكتور في 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 معهد التربيه، وكان له طبعا يعني شان كبير جدا مع هو والكابتن فؤاد شعبان الحقيقه مع هيدي كودي. طبعا جهاز فني كان قدير جدا، ومعه كابتن عصام عبد المنعم وحازم كرم بعد كده. فانا طبعا يعني حقيقه كابتن مفتي ده الناس ما تعرفش حاجه عنه، انا اعرف كل حاجه عنه. هذا الرجل حياته كلها دراسات وتحاليل واستنباط امور وكيفيه تطوير كره القدم، وعنده بقى مجلدات وعنده كتب. وانا لما مسكت الاتحاد الافريقي بصراحه لما اجيب سيره كابتن مفتي على سنه عنده مراجع وكده، كل الدنيا دي بتتكلم عنه في الخليج، في السودان، في الامارات، في السعوديه، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، والله كل الدنيا دي بتتكلم عنه. ومراجعه هي اللي كانت موجوده في ذلك الوقت للتدريبات وكده، وما زال حتى هذه اللحظه يعني كل ما نطلب حاجه نلاقيه برضه بيبحث وبيستنبط. حياته كلها يعني اصبحت هي مرتبطه هذا المجال الكروي، ورجل له باع كبير جدا الحقيقه، ومحاضر افريقي يعتبر من محاضرين النخبه اللي موجودين في القاره الافريقيه. أكيد. وعلى راسهم في مصر هنا، لانه حقيقه لا يمكن الواحد يتحدث عنه اكثر من كده حقيقه. اكيد. طب كابتن شطه من وجهه نظرك بقى، لو حضرتك حابب تقعد تقول له حاجه اتفضل. انا عايز اسلم على الكابتن شطه. واحب اقول ان الكابتن شطه كان لاعب له خصائص فريده. ابرزها ايه؟ وابرزها ان هو كان ممكن يكلف بمراقبة لاعب خطير يشل أداؤه، وبالتالي الفريق المنافس يفقد أهم مميزاته، ودي كانت من أهم مميزات الكابتن شطة كلاعب. وكان فيزيكالي لياقيا كان سوبر. فكان أداؤه في النادي الأهلي أداء مميز ومفيد جدا تكتيكيا. وكان مستر دكوتي يمكن فيما بعد كلتشاو كابتن يستخدمونه استخدام خططي رهيب. الحقيقه كان لاعب ممتاز. وقبل ده كله هو كمهندس يعني عقليه منظمه، ثم فيما بعد المدير الفني للاتحاد الافريقي، وده منصب انا مهم جدا، حاجه منصب عظيم جدا، وهو احتله بجداره واداره بجداره فعلا. وانا بشكره لان هو الحقيقه خدم مفتي خدمه كويسه. ليه؟ يعني ان هو حطه من نخبه المحاضرين الافارقه. حضرتك يعني تستحق في الحقيقه يعني. حضرتك تستحق بكل تاكيد. لا يعني. لا كابتن شطه رجل يعني كلام مهم جدا يا كابتن شطه من دكتور مفتي ابراهيم في حق حضرتك. واحنا كلنا اكيد عارفين قيمه كابتن شطه سواء كلاعب او حتى كقيمه اداريه كبيره جدا في الاتحاد الافريقي يعني. شوف حضرتك لازم تكون عارف برضه الفتره الحقيقه اللي كان فيها كابتن عبد صالح الوحش، كانت الحقيقه الاداره التطويريه في الاتحاد الافريقي كانت محدوده، وما كانش ليها طبعا ميزانيات كبيره زي ما حصل. لما جينا عملنا ميزانيه كبيره جدا للاتحاد الافريقي، فانا طلبت من الحقيقه من السيد رئيس حياته ان احنا نعمل بانل او قائمه باسماء محاضرين عشان نوسع قاعده المحاضرين في القاره الافريقيه. هي كابتن مفتي والدكتور عمرو المجد كانوا غير موجودين في هذه القائمه طوال الفتره، بالرغم انهم هم كانوا الدكاتره اللي في الكليه، هم اللي علموا الناس، هم اللي طبعوا كتب وابتكروا كتب للتدريبات وكده. فالحمد لله ربنا وفقني ان قدرت ان انا يعني اخذ الكابتن مفتي وكابتن عمرو المجد، معهم طبعا الكابتن محمود سعد وكابتن الشيخ عبد الشافي وكابتن فتحي نصير طبعا اقدم المحاضرين الموجودين، كابتن محمود ابو العينين. حقيقه استطعت ان انا اخلق من هذه الاسماء الكبيره اللي قلت لك عليها دي في القائمه الافريقيه على راسها، وما زال هم موجودين في هذه القائمه الافريقيه، لان الحقيقه خبراتهم في افريقيا تعتبر الاعلى، لانه كان معاهم واحد اسمه كابتن بن كوفي الغاني يعرفه كويس قوي كابتن مفتي، قال لي دول افضل محاضرين على مستوى القاره. فبالتالي انا بقول يا حي كابتن مفتي يستحق اكثر من كده، لانه
يعني خبراته في كره القدم تبدا من قبل السبعينات لما كان في الكليه، واستطاع انه طبعا يطور نفسه بشكل كبير جدا، وعنده هي امتيازات كثيره جدا، وانا على طول اتصال بيه وعملت له برضه مراجع هي وتدريبات في المقررات الافريقيه للرخصه سي وبي واي. هي يعني انا بشكره جدا على مجهوداته، وبشكره جدا على انه لأول مرة أشوفه على قناة النادي الأهلي. بشكر القناة وبشكر كل الإخوة المؤدين اللي هم يعني بيجيبوا الناس اللي هم حقيقة يجب على أن يكونوا موجودين على الساحة الرياضية بشكل مميز حقيقة. وبقول لك يا مفتي، أنا اللي عملته ده أقل شيء تستحق الحاجات دي من زمان، من قبل ما أنا أكون في الاتحاد الأفريقي الحقيقة. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن شطة، مداخلة مهمة جدا من كابتن عبد المنعم شطة طبعا نجم النادي الأهلي السابق، وكلام مهم جدا قاله في الحقيقة دكتور مفتي. كنا بنتكلم عن